رح نكون بالفقرة الطبية ورح نحكي أكيد عن مرضى القلب اللي بيعانوا من مشاكل مختلفة. اليوم تحديدا رح نحكي عن مشكلة هي أمراض دسامات القلب وكيفية العلاج مع الدكتور حسن إبراهيم، أخصائي بالأمراض الداخلية وأمراض القلب. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا. يسعد صباحك دكتور. دكتور بالبداية خلينا نتعرف شو هي دسامات القلب، خلينا نوضحها بشكل مبسط للمشاهدين. الدسامات أو الصمامات القلبية هي أجزاء من العضلة القلبية يلي تقوم بالسماح للدم بالمرور ولا تسمح له بالعودة. أنا بالقلب في عندي 4 صمامات، في صمام بين البطين الأيسر والشريان الأبهر، لما يضخ البطين الدم للأبهر ويروح يتوزع على كل أنحاء الجسم، هالصمام وظيفته أنه يخلي الدم يمرق للأبهر وما يخلي يرجع على البطين الأيسر. نعم. هلا نحن في عنا 4 صمامات، صمامين بين الأذينتين والبطينين، وفي عنا صمامين بين أجواف القلب البطين الأيمن والأيسر وبين الشريان الرئوي والشريان الأبهر. إذن هالصمامات هي يلي بتسمح للدم بالمرور ولا تسمح له بالعودة. نعم. إلى الجوف يلي طلعت منه. هي هي صمامات العضلة القلبية. شو هي أبرز الأمراض دكتور يلي بتعرض لها الدسامات؟ هلأ في مرضين مهمين بيصيبوا الصمامات. المرض الأولاني هو تضيق الصمام، والمرض الثاني هو التهريب أو قصور الصمام. إنه الصمام لما عم يفتح عم يخلي الدم يمرق، لما عم يسكر ما عم يسكر بشكل جيد، وبالتالي عم يضل في تهريب بالصمام يخلي الدم يرجع لورا. إذن هدول أهم مرضين بيصيبوا الصمامات، هن التضيق والقصور أو التهريب. التضيق عادة بيصير لسبب مهم كبير، هو الحمى الرثوية اللي ممكن تخلي الصمام يتضيق، وفي أسباب تانية ممكن تكون خلقية، بيجي الطفل أحيانا في عنده صمام متضيق أو مسكر. أما التهريب فغالبا أو القصور فغالبا بيصير بسبب سوء وظيفة العضلة لأسباب معينة، على أهمها ومن أهمها أو على رأسها هو نقص التروية القلبية. أحيانا لا شك ممكن يصير القصور بسبب الحمى الرثوية اللي قلناها قبل شوي، أو بسبب أمراض ثانية ممكن تكون رضية على الصمام. خلينا دكتور نحكي شوي عن تشخيص كيف بيكون لكل حالة من الحالات، ورح نبدأ بداية بتشخيص اللي بيكون عندهم خلقي. يعني كثير بنسمع أنه في أطفال وهن صغار بيعملوا لهم عمليات قلبية وبيبدلوا لهم أو بيحطوا لهم صمام، صراحة علميا ما بعرف شو بتكون العملية، فخلينا نعرف كيف بيتم تشخيص الحالة، هل بيظهر أعراض معينة لحتى يتم تشخيص كل حالة من الحالات المتعلقة بالصمامات القلبية؟ التضيق الصمام أو قصور الصمام الخلقي هن أمراض قليلة جدا جدا جدا. عادة تضيق الصمام أو قصور الصمام بيصير مع العمر، وهو إذا صاب الأعمار الصغيرة يعني بعمر 15 أو 16 أو 25 سنة فهو بيصير بسبب الحمى الرثوية. الحمى الرثوية اللي حكينا عنها سابقا يلي بيصير فيها التهاب باللوزات، وهالالتهاب هذا ممكن بعد أسبوعين من الإصابة فيه يأثر على صمامات القلب وبيبلش الصمام يتضيق، وعادة الأعراض بتطول شوي لحتى تظهر. هلأ شو هي الأعراض يلي بتصير نتيجة تضيق الصمام أو قصور الصمام؟ هلأ التضيق يعني بيخلي الصمام عم يشتغل لكن ما عم يمرق الدم بشكل كافي، وبالتالي القلب ما عم يعطي نتاج كافي من الدم. وأهم عرض لهدول الناس هن شغلتين، اللهتة أو الزلة أو التعب وعدم تحمل الجهد. بتلاقي المريض ما عم يقدر يركض بسرعة، ما عم يقدر يطلع الدرج بسرعة. إذن أهم عرض هو التعب واللهتة والزلة، والعرض الثاني هو اضطرابات النظم القلبية وخاصة تسرع القلب، أو أحيانا بيصير خربطة بضربات القلب، نحن بنسميها الرجفان الأذيني اللي بنشوفه على سبيل المثال بتضيق الصمام التاجي. هلأ خلينا نميز بين شغلتين، أهم صمامين عادة بيتضيقوا هن الصمام التاجي والصمام الأبهري. الصمام التاجي عادة بتتوسع الأذين اليسرى وبيفوت المريض برجفان أذيني، وهدول بيتطوروا عادة لمرحلة متقدمة وبيضلوا يشكوا من لهتة وتعب شديد. الصمام الأبهري عادة بيصير
عند الكبار المتقدمين بالعمر، وغالبا ما بيكون في عامل مؤهب مثل السكري، مثل أمراض اندخالية أو استقلابية معينة، لكن العمر هو أشياء سبب. في حين أن الصمام الرئوي تضيق هذا اللي بنشوفه عند الأطفال الصغار من العمر، خاصة بالسنوات الأولى والثانية والثالثة أو حتى الولدان، وهذا شغلته بسيطة وهذا حله بسيط. الطفل يعني هذا عادة ما بده لا تبديل الصمام ولا بده شيء، وممكن يتوسع بالبالون ويضل إنذاره أفضل من غيره بكتير. تضيق الصمام مثلث الشرف قليل كتير نحن ما بنشوفه، يلي هو بين الأذين اليمنى والبطين الأيمن، لكن بيضل عنا نحن قصور الصمام أو التهريب في الصمام. الصمام ما عم يسكر مزبوط ويمنع الدم من العودة. هذا القصور عادة بيؤدي لتوسع في البطين الأيسمن، توسع في البطين الأيسر، ولما يتضخم وبيصير عند المريض قصور قلب، وهدول المرضى بيصير عندهم كمان اضطرابات نظم، وأهم عرض هو التعب واللهتة وعدم تحمل الجهد والزلة الجهدية. بتلاقيهم المرضى ما عم يقدروا يطلعوا على الدرج مثل الناس العاديين، ما عم يقدروا يمارسوا جهودهم الفيزيائية بشكل طبيعي. فهدول أهم عرضين، هو التعب واللهتة وضيقة النفس وعدم تحمل الجهد والخفقان وتسرع القلب. نعم، إذا بنحكي دكتور عن العلاج، أنت بيكون العلاج جراحي، وهل العلاج الدوائي كمان ممكن بيجيب مفعول نفس العلاج الجراحي أو لا؟ أولاً عادةً الصمامات لما يصير في قصور هدول بيتحسنوا على المعالجة الدوائية بشكل ممتاز. إذا نحن أعطيناهم موسعات وعائية بتخفف الحمل البعدي على العضلة القلبية، هذا بيقلل من نسبة القصور إلى حد كبير، وممكن يستمروا فترة منيحة على تحمل الجهد. نحن في عنا شغلتين، لما يكون التضيق شديد أو القصور شديد، هدول المرضى قولا واحدا لازم يتساوى لهم تبديل للصمام أو إصلاح للصمام إذا كان هالشي ممكن. هلأ تبديل الصمام هي صارت في بلدنا عملية سهلة، وهي يلي بتحل المشكلة بشكل جذري. عادة المرضى يلي أعمارهم تحت 30 سنة أو 40 سنة، هدول ممكن نبدل لهم الصمام رأسا إذا كان التضيق شديد أو القصور شديد. أما لما يكونوا فوق 40-50 سنة، فنحن لازم نقيم الشرايين الإكليلية اللي بتروي عضلة القلب، يعني نساوي لهم قفطرة، وبعدين نبدل لهم الصمام، وإذا كان في شريان متضيق بنفس الوقت نبدل الصمام ونصلح الشريان المتضيق ونحط له مجازي إكليلية. هلأ نحن لازم نميز بين الصمام القاصر أو المتضيق بإن شخصه مزبوط. في مرضى عندهم تضيق خفيف بالصمام أو متوسط الشدة، أو قصور خفيف أو قصور متوسط الشدة، هدول ممكن يتحسنوا على الأدوية، بيفيدهم الموسعات الوعائية والأدوية حاصرات بالتالي ممكن تحميهم من اضطرابات النظم يلي بتصير. لكن ممكن لما يكون عندنا التضيق شديد والقصور شديد، هدول قد ما نحن عطيناهم أدوية ما رح يتحسنوا إلا لحتى نحل المشكلة بشكل جذري. والحل الجذري للمشكلة هو توسيع الصمام إذا كان متضيق بالبالون، إذا كان هالشي ممكن، أو تبديل الصمام بشكل جذري، وغالبا تبديل الصمام هو الحل الأنسب والأجدى والأمثل. توسيع الصمام هو يعني حالات محددة أو معينة، إذا كان الصمام التاجي ممكن يتوسع إذا كان الصمام ما كان متكلس وكان ما كان في قصور، وخاصة عند الصبايا أو يعني الناس الصغار بالعمر، وتحديدا السيدات الصغار بالعمر يلي هن معرضين لأنه يتزوجوا وممكن ينجبوا. نحن دائما لما نبدل الصمام بدنا نعطي مميعات بشكل دائم، وأهم مميع بنعطيه عادة هو الوارفارين، وهذا بيكركبنا شوي أثناء الحمل عند السيدات. لكن لما يكون الصمام في تكلس شديد وفي قصور، هذا وقتها بده يتبدل، ونحن دائما بدنا نستعمل المميع على كل الأحوال، سواء بدنا الصمام التاجي أو الصمام الأبهري. توسيع الصمام الأبهري بالبالون هو حالة يعني قليلة، لأنه هذا بيرجع ينكس عادة وبيتضيق، وهو ما بنساويه إلا عند الكبار بالعمر في ظروف معينة استثنائية، لما المريض بدنا نعرضه لعمل جراحي كبير وما عم يتحمل العمل الجراحي، أو مريض في ظروف استثنائية ممكن نحن نوسعه. لكن الأساس في الصمامات هو تبديل الصمام بصمام آخر، والصمامات اللي عم نبدلها هي على أنواع، في منها صمامات معدنية، في منها صمامات ثانية نحن
يعني ممكن نحن نخفف او ما نستعمل فيها الوارفارين، وخاصه عند السيدات اللي هن في سن النشاط التناسلي. اذا العلاج الاساسي هو تبديل الصمام بشكل اساسي، وممكن نحن نلجا للمعالجات الدوائيه لحتى تخفف الاعراض عند المرضى. في كثير اشخاص يمكن وقت عم يسمعوا هذا الموضوع بصير عندهم حاله انه هل السؤال هل هي العمليه تعتبر عمليه خطيره، هل هي العمليه بتشكل خطر على حياه الانسان او تعتبر عمليه عاديه بسيطة ممكن تمرق مرور الكرام وتساعد الشخص أيضا على أنه يرجع يعيش حياته بشكل طبيعي وربما أفضل بكثير من ما كان عليه؟ نحن أهم شيء بالموضوع أنه شخص العطل أو الخلل يلي بالصمام باكرا ما أمكن، ونحن نراقب المريض ولازم نبدل الصمام في الوقت المناسب. يعني أنا عندي مريض عنده قصور تاجي أو قصور أبهري، هذول المرضى لازم أنا أراقبهم بشكل جيد وأحاول ما أبدلهم الصمام إلا في الوقت المناسب. ليش؟ لأنه أنا عندي صمام طبيعي، شو بقدر استثمره يكون أفضل، لكن يمكن بعد سنتين أو بعد ست شهور هالصمام بيصير القصور شديد. أحيانا هذا القصور ممكن ما يتطور إلى قصور شديد لبعد 5 أو 6 أو 10 سنوات. أنا شو ما بقدر استثمر هالصمام يكون أفضل. هلأ الآن لما أنا أهمل هذا الموضوع أو المريض لسبب ما هو حب ما يبدل الصمام، ما بده يفوت بعمل جراحي قلبي، في ناس بيخافوا من العمليات والقلب المفتوح، هذا الصمام عم يأثر على العضلة القلبية. الآن كل ما أثر على العضلة القلبية وساوى فيها ضعف شديد، هون بتصير الخطورة بالعمل الجراحي. صحيح. فإذا أنا بدلت الصمام في الوقت المناسب استثمرته أنا استثمار أمثل، وبعدين أنا لحتى ما يأثر على العضلة القلبية ويساوي لي فيها ضعف ويساوي لي فيها يعني تبدلات غير قابلة للعودة، وقتها بيصير الخطورة بالعمل الجراحي أكبر. فأنا كل ما كان اتقدم أو تأخرت أنا في تبديل الصمام رح يتعب القلب ورح يتضخم القلب ورح يصير في قصور أكبر ورح يصير في ضعف أكثر، وهالشي رح يخليه دخوله إلى العمل الجراحي يحمل خطورة عالية. أما الناس العاديين لما أنا أبدل الصمام في الوقت المناسب فهدول العمل الجراحي بسيط وسهل وما في خطورة عليه على حياتهم نهائيا بالعمل الجراحي. ما في شيء بالدنيا ما في خطورة، لكن تبقى الخطورة متدنية إلى حد كبير جدا، وبكون أنا حافظت على العضلة القلبية، وهدول بعد تبديل الصمام رح يستعيدوا نشاطهم الفيزيائي طبيعي ورح يعيشوا حياتهم طبيعية وبشكل كامل ويقدروا يعيشوا مدة أطول. أما إذا أنا ما بدلت الصمام اللي متضيق أو القاصر فهدول أكيد رح يتعب قلبهم وما رح يعيشوا حياتهم بشكل كامل وطبيعي. دكتور، نفس الكلام اللي عم نحكي نحن عنه، بعد العمل الجراحي كيف هل تتغير حياة المريض؟ ممكن يكون في احترازات عن بعض الأشياء، هل الدسام الجديد مثل ما بنقول نحن يعمل عمل الدسام القديم بنفس القوة وبنفس الزخم؟ لأي درجة يستطيع الشخص أن يحيي حياة طبيعية بعد العمل الجراحي؟ في موضوع مهم جدا بعد العمل الجراحي هو تمييع الدم بالوارفارين. أنا لازم أعطي مميع، هذا صمام معدني، الجسم الغريب عن الجسم العادي ممكن يتأهب يصير عليه خثار عادة. فإذا أنا أوقفت المميع هدول المرضى هن معرضين للخثار بشكل كبير، والخثار إذا صار على الصمام ممكن ينطلق للدماغ ويساوي لي احتشاء دماغي، يعني بيساوي لي فالج، أو إذا راحت خثرة للشريان لأحد شرايين القلب بتساوي لي احتشاء عضلة قلبية، ممكن يساوي لي شغلة كارثية على المريض، يعني ممكن تنهي حياته للمريض نهائيا. ولذلك أهم موضوع بالنسبة لمتابعة المريض بعد العمل الجراحي هي تمييع الدم بالوارفارين في الدسام المعدني، والتمييع يجب أن يكون بقدر، ويجب مراقبة ميوعة الدم أو يعني بشكل أدق هو إجراء تحليل زمن البروترومبين لحتى الدم يظل مميع بحد معين، لا أنه يزيد ويعرض للمريض للنزف ويصير ممكن ينزف ويحتاج نقل دم، ولا أنه ما يكون مميع ويأهب لي للخثار وممكن يساوي لي احتشاءات دماغية أو ينهي حياته للمريض. إذن مهم جدا أنه أنا بعد
إجراء تبديل الصمام وإصلاحه جراحياً، ألتزم بالعلاج الدوائي بشكل كامل وحسب توصيات الطبيب، والالتزام بالمميع ومراقبة تميع الدم وزمن البروترومبين بشكل دائم لحتى الإنسان يعيش حياته طبيعية. فإذا هو اتبع التوصيات والتعليمات أكيد بيعيش حياته طبيعية وبيرجع بيمارس نشاطه الفيزيائي عادي مثل أي إنسان عادي، وما عنده أي محاذير أو أي أمور إجرائية ثانية. ممكن نحن نأكد عليه على بعض التوصيات معينة، إذا صار عنده انتانات معينة أو التهاب لوزات مثلا ممكن نحن لازم نوقيه بالصادات الحيوية لحتى ما يصير التهاب شغاف. ممكن نحن يعني إذا في عطل معين بالصمام نتيجة سوء بالعمل الجراحي هذا ممكن يتصلح لاحقا. أما بشكل عام المرضى بيعيشوا حياتهم طبيعية وبيرجعوا لنشاطهم بشكل طبيعي بشرط أنه يلتزموا بالتوصيات الدوائية اللي بيحددها الطبيب. يعني نحن نتمنى السلامة للجميع يا رب، وأيضا دايما نذكر أنه كل شخص معرض لهذا الشيء ومنقدر كلياتنا متابعة هذا الموضوع مع الطبيب المختص. شكرا كثير لك دكتور وللمعلومات اللي قدمت لنا اياها اليوم. شكرا كثير لكم، وان شاء الله نحن بنتمنى السلامه لك المرضانة. اكيد، شكرا كثير لك دكتور.